عام يحمل الدمار لإسرائيل، يخشون أن يحل عليهم الجوع ويخافون أن يقاطعهم الجميع. عام أسود يمر على اليهود كل 7 أعوام، والخوف يخيم على قلوب الجميع. لن نزرع لإرضاء الرب، لكننا نخشى أن تتقطع بنا السبل. الأرض قد تغضب والزرع لن ينبت. وهذا العام كان أسودا بكل حق على يهود إسرائيل، وقد يكون العام القادم أكثر رعبا ودمارا. هل ستزول إسرائيل أم تقوم الدولة الكبرى؟ قلق ومخاوف كلها في معتقد ديني. شميتا، عام الطاعة أهل القحط. في أغسطس من عام 2021 كانت إسرائيل قلقة للغاية، فهي تبحث عن الغذاء فعليا، تخاف أن تجوع في عام 2022. بحثت وسألت، وفي النهاية عقدت اتفاقا لمدة عام مع الأردن. الاتفاق الذي تم في معبر الكرامة الحدودي قضى بتوريد المنتجات الزراعية الأردنية إلى إسرائيل، وذلك لمدة عام واحد فقط، أو بشكل أدق خلال عام شميتا فقط. اتفاق إسرائيل مع الأردن كان جزءا من عملية أكبر أطلقتها إسرائيل لتنويع مصادر الواردات الزراعية إليها، وذلك تجهيزا لعام شميتا الذي يتخوفون منه. فلماذا يخاف اليهود من هذا العام؟ ولماذا يبحثون فيه عن الغذاء؟ عام شميتا هو عام يمر على كل اليهود كل 7 سنوات في التقويم اليهودي. يمتنع فيه المتدينون منهم عن أكل الخضار والفواكه التي تنتج من محاصيل الأراضي التابعة لليهود داخل الديار المقدسة، وبدلا منها يأكلون من محاصيل غير اليهود. ولذلك تبحث إسرائيل دائما عن بدائل عندما يحل ذلك العام. ففي عام شميتا تحظر الحراثة وحتى زراعة الشتول الصغيرة. عام شميتا الأخير بدأ في 6 سبتمبر عام 2021، وسينتهي بأواسط الشهر القادم من العام الحالي، وحينها سيتمكن المزارعون اليهود من حصاد أراضيهم من جديد. خلال العام تترك الأرض بورا دون أن يقترب منها فأس أو بذرة، فيما يسمح بالري والتسميد وإزالة الأعشاب الضارة، وذلك كإجراء وقائي لحماية الأرض فقط. مع هذا يختلف الحاخامات اليهود حول ذلك العام، وتحديدا حول الديار المقدسة، إذ يعتبر البعض منهم أن مناطق الجليل وجبل الكرمل وجبال نابلس والقدس والخليل ومناطق السهل الساحلي ما بين عكا ويفا ومنطقة بئر السبع ضمن حدود الديار المقدسة، فيما يقول البعض الآخر أن مناطق هضبة الجولان والجنوب اللبناني تعتبر من الديار المقدسة. أما عن وقوع ذلك العام بعد كل 7 أعوام، فيأتي من كون أن الرقم 7 هو من الأرقام المقدسة عند اليهود. مع هذا لا يمر هذا العام دون خوف وقلق، وتحديدا في العام 2022. فمنذ سنين طوال يخشى اليهود من عام شميتا، ويأتي خوفهم في المرتبة الأولى من الجوع. فالنسبة الكبرى منهم يتوقفون عن الزراعة في هذا العام حتى اليوم، على الرغم من التغير المناخي الذي يعيشه الكوكب، وهو الأمر الذي دفع بعض الإسرائيليين بالتوقف عن هذا التقليد الديني، خوفا من تضرر الأراضي بشكل كبير وصعوبة زراعتها من جديد. فيما ينضم لذلك التخوف معتقد ديني آخر يقول أن دولة إسرائيل الكبرى ستقوم في عام 2022 الجاري، فيما يوجد نظرية أخرى لدى العرب تقول أن إسرائيل ستزول في عام 2022 أيضا. ولسوء حظ اليهود ولكي يكون الرعب مضاعفا هذه المرة، تصادف عام شميتا مع عام 2022، ما جعلهم يتخوفون على مصيرهم منذ بداية العام. فقبل دخول عام شميتا بأشهر طويلة، عقدت إسرائيل اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية لتوريد المحاصيل الزراعية إليها، بالإضافة لاتفاقياتها مع الأردن التي ذكرناها في أول الفيديو. واليوم يتبقى على نهاية عام شميتا ما يقارب الشهر، ومع ذلك لا يزال اليهود يتخوفون من ذلك العام،
خصوصا أنه تصادف مع جفاف ودرجات حرارة قياسية سجلتها منطقة الشرق الأوسط وحتى القارة الأوروبية، والتي تسببت بالضرر للكثير من الأراضي في مختلف أنحاء العالم. قد يمر عام شمت في هذه المرة دون أن تعيش إسرائيل ما كانت تخشاه، لكنه سيعود إليها من جديد بعد 7 سنوات، وحينها سيكون التغير المناخي قد عاش مجده إذا استمر الوضع على ما هو عليه. فهل يخاطر اليهود في عام شمت القادم، أم أنهم لن يكرروا تجربة الرعب التي عاشوها هذا العام؟